في ذلك اليوم على قناة رافائيل لوبيز بوريتيكو على اليوتيوب، كان يقوم بتمرين مثير للاهتمام للغاية، ألا وهو تحديد أي من الفنانين قد قام برسم رائع حول نفس الموضوع. قارن بين المسيح الذي رسم بواسطة فيلاسكس مع المسيح الذي رسم بواسطة لوخسيه ديريبيرا. أثار هذا اهتمامي لأنه قال: لقد اخترت مسيح فيلاسكس هذا، وهو ليس مسيحا لسان بلاسيدو، لأنه لم يكن هناك منافسة مع القطع الخاصة بسان بلاسيدو، ومن الواضح أنه عمل متفوق. هذا موضوع أجده رائعا، كيف نقدر الأعمال الفنية؟ لأنه يمكن للمرء أن يقول إن كلاهما عمل فني جيد، ولكن ما الذي يجعلنا نصدر حكما بأن أحدهما متفوق على الآخر؟ لا يتعلق الأمر فقط بقول أحب ذلك أو لا أحبه، بل يتعلق بإصدار حكم أكثر انتقادا نظرا لأن مقارنة أعمال مؤلفين مختلفين أمر غير عادي لبعض الشيء. فأنا أريد أن أقوم بهذا التمرين بمقارنة مسيحيين من تأليف فيلاسكس. على اليسار لدينا المسيح من كنيسة لاس ريكولاتس، وعلى اليمين لدينا المسيح من كنيسة سان بلاسيدو. لا يمكننا أن نقول أن أحدا يتفوق على الآخر في الأمر الفني، لأننا في بعض الأحيان نقدر القدرة الفنية على أنها شيء متفوق. في هذه الحالة التقنية متشابهة جدا، علم التشريح، نمذجة الأشكال، الرسم، كلاهما نفس الجودة. إنها بالأحرى مسألة تقدير الأعمال من الناحية الفنية. ماذا يعني هذا؟ يتحدث هوغو هيريارد في كتاب بعنوان كيف تكتب الشعر حول كيف يجرب الشعراء كلمات مختلفة حتى يجدون الكلمة الصحيحة، وأعتقد أن هذا هو بيت القصيد. حصل فيلاسكس في لوحة سان بلاسيدو على التكوين الصحيح. بعبارة أخرى، نظم فيلاسكوس العناصر المتاحة له لتحقيق تعبير أكثر قوة. أول ما يبرز هو الخلفية، قام بإزالة المناظر الطبيعية واستبدالها بخلفية مظلمة. تساعد هذه الخلفية المسطحة في التأكيد على شخصية المسيح لتركيز انتباهنا عليه، فالمناظر الطبيعية ليست ضرورية. أعلم أنه توجد رموز في لاس ريكولاتس، نرى الوادي الذي يوجد هناك والذي يحدد موقعنا مكانيا على التل، نرى جمجمة التي تدل على أنه على تلة الجلجثة، نرى قصرا في الخلفية، بعض الشخصيات، ربما الجنود الرومان ألقوا القرع على رداء المسيح. أثناء وجود فيلاسكس في سان بلاسيدو أزال فيلاسكس العناصر الملحقة، وهذا يركز انتباهنا على جسد المسيح. على الرغم من أن هذه الخلفية مظلمة ومسطحة للغاية، يمكننا أن نرى ظلال المسيح الملقاة. هذا يعطي الكثير من الحجم والحضور للشكل. أستطيع أن أتخيل مدى رؤية اللوحة في الكنيسة في ذلك الوقت. يعطي هذا الظل الوهم بأن المسيح موجود بالفعل وأنه يمكنه التحرك في أي لحظة. والقرار المهم الآخر الذي اتخذه فيلاسكس كان ضغط التركيبة أكثر قليلا، قطع الجزء السفلي وخفض يدي المسيح قليلا. الزاوية التي تخلقها الذراعين أكثر سلاسة. هذا يضغط مرة أخرى على التكوين ويركز الانتباه على شخصية المسيح أيضا. شكل المسيح يخلق مثلثا، وهذا يجعل التكوين مستقرا وحادا. لوحة لاس ريكولاتاس أكثر إرباكا بعض الشيء. المثلث الذي تم إنشاؤه بواسطة الصليب والجسم له زاوية مبالغ فيها، والجبل والمستويات المختلفة للمناظر الطبيعية تشابك التكوين، تتغير النتيجة التعبيرية. من الواضح أن المسيحيين في أوقات مختلفة. يتألم المسيح في لاس ريكولاتس وينتقل إلى الجنة، بينما يمثل المسيح سان بلاسيدو لحظة لاحقة في الوقت المناسب. نرى المسيح الذي ينقل إلينا سلاما أكثر من الكرب والعذاب، يتوقف عن تمثيل الإنسان المتألم ليصبح صورة أبدية وإلهية. لوحة لاس ريكولاتس هي لوحة جيدة، لكن سان بلاسيدو هي تحفة فنية. السؤال هو: هل نتفق؟ هل هناك من يعتقد أن لاس ريكولاتس هي لوحة أفضل من سان بلاسيدو؟ أو هل يمكننا أن نتفق أن سان بلاسيدو هي الأفضل؟